فتحت البوابات واندفعت عمر الثلاث سنوات المبتدئة على مسافة السرعة مسافة 1200 متر في شوطنا الثاني. مشاهدين متابعين الكرام، مشاهد الآن المحاولة لهل ترى وخطف الصدارة من البوابة 15 يذهب إلى الداخل. هل ترى في هذه اللحظات ويخطف الصدارة يتقدم بكل قوة. المطاردة تأتي لبوسول وكذلك من الخارج، وشاهد طراخ وكذلك أيضا حومان الذي يحاول أن يتقدم في هذه اللحظات. المطاردة تأتي لسهم ود في المرتبة السادسة، ومن الخارج الآن أشاهد إمبلم سبيد الذي يحاول أن يتقدم في هذه اللحظة مع الخيالة من بدرون، ولا زالت الصدارة 15. هل ترى الذي يحافظ على الصدارة مع المنعطف الأخير؟ بداية الخط المستقيم، الصدارة لهل ترى. المطاردة تأتي لرقم 2 بسول وكذلك لأحد عشر حومان الذي يأتي، حومان والانفراد بالصدارة لهل ترى. هل ترى مع رائد الفيروز يوسع الفارق ما شاء الله تبارك الله في المشاركة الرابعة لهل ترى، وهنا أيضا هل ترى يوسع الفارق بكل قوة. آخر المشاركات المركز الثاني، اليوم المركز الأول بكل قوة. هل ترى؟ نبارك لسمو الأمير عبد العزيز ابن عبد الله.